ليليان وليرال مصطلحين يختصرون مواد سمية تستخدم كثيرا في مستحضرات التجميل، في الشموع المعطرة، في مواد التنظيف المعطرة، وفي العطور، وهذه كلها مركبات سمية نبغى نتكلم عنها بعد شوي. المادة الأولى بيوتيل فينيل ميثيل بروبيونال واللي تسمى ليليان. المادة الثانية ميثيل بنتيل سيكلوهكسين ويطلق عليها ليرال. هالمادتين الخطيرة تستخدم كمركب عطري في المنتجات اللي ذكرناها من شوي. الاتحاد الأوروبي منع ليليان اللي ذكرناه من شوي، أو اللي يختصر على أنه ليليان، أو من أسرة ليليان أو عائلة ليليان، منعها من 1 مارس 2022، يعني من 6 شهور، نقول 7 شهور 6 شهور. الكويت لها 7 أيام تنظف السوق من كل المواد والمنتجات التي تحمل هذه المادة. صادرت عمان من شهر 6 الماضي وهي تنظف السوق حقها من هذه المواد الخطيرة أو المنتجات اللي تحمل هذه المادة الخطيرة. هيئة الغذاء والدواء متابع الموضوع، ولكن طالبت من المستوردين لهذه المنتجات اللي تحمل هذه المادة السمية المسرطنة، طلبت منهم تصحيح وضع منتجاتهم في السوق وعلى تمويلها إلى 1/7/21، وبعدين قالوا بسبب كورونا لا، نمد المهلة إلى 1/7/22. المفترض ممنوع أن تعطى المهلة لمادة سمية خطيرة في السوق. وبعدين كيف تصحيح وضع منتجاتهم؟ يبيعونها بأسعار مخفضة؟ هل طلب منهم إعادة تصدير؟ ليش ما هو زي بعض الدول تنظيف السوق منها وبالحملة التفتيشية ومصادرة كل هذه المنتجات اللي تحمل السمية؟ يا ليت هيئة الغذاء والدواء تلاحق الوقت وتقومي بهالإجراء.